بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه مناسبه جدا للجو اللي احنا فيه، سهله وسريعه ولذيذه خالص. اول وصفه هعمل معاكم كفته الرز بالدمعه بالصلصه، فظيعه يا جماعه. طبعا يعني سهله، وطبعا كلنا عارفين ان احنا ممكن نعمل منها كميه ونخزنها. مسافره بقى عايزه تاخدي معاكي كده كيس كده حلو، ولا علبه حلوه كده فيها كفته الرز اللي متحمره الحلوه دي، في ثواني هتعملي على طول الغدا، فهي لا غنى عنها. وكمان في الايام الصيف دي برضو لو راجعه متاخره طول اليوم في النادي عايزه تعملي غدوه سريعه، مفيش اسهل من كده، هنعملها تحفه جدا. ومعانا وصفه كمان هنعمل مخبوزات الهوت دوج، برضو حلوة جدا، عجينة وهوت دوج بطريقة ظريفة جدا وسهلة، هتعجبكم قوي. ونقناقة كمان للولاد، تقدري تاخديها معاكي وانت خارجة برة وانت على الطريق مسافرة، يعني في العشاء براحتك، هتبقى ظريفة جدا. واخر حاجة هنعمل مع بعض سلطة الفواكه بالزبادي، برضو حلوة جدا جدا وساقعة كده وكلها فاكهة حلوة وخطيرة، ان شاء الله تعجبكم. نقول بقى ايه كفتة الرز. بصوا يا شباب، معايا تقريبا كيلو من اللحمة الجملي وتكون مفرومة. هاتي لحمة جملي من عند الجزار يفرمها لك كويس، يفرمها لك ناعم، يعني مش فرم خشن، عايزينها فرم ناعم. واللحمة الجملي هي طبعا كلنا اكيد عارفين امهاتنا اللي عمل يعني بيعملوا الكفتة دي من زمان وبتطلع روعة، ضروري نستخدم فيها اللحمة الجملي. عايزة تستخدمي لحمة كندوز مفيش مشكلة، بس هو الجملي هتخليها كده ماسكة نفسها وليها طعم كده جميل مختلفة، يعني اللي هي الكفتة اللي هي عم تخرش المية. فاحنا هنحتاج كيلو من اللحمة الجملي المفرومة فرم ناعم. معايا تقريبا كوبايتين من الرز المصري المطحون. يعني ايه؟ دلوقتي في رز بيتباع في الاسواق مكتوب على الكيس في ظهر الكيس ان الرز مغسول اصلا، يعني انت مش لازم ترجعي تغسليه تاني. لو انت بتشتري الانواع ديت من الرز بتعملي ايه؟ في المطحنة بتاعت التوابل بتحطي الرز، هيتطحن معاكي ويبقى عامل زي البودره، سهل جدا. لو ما بتجيبيش الانواع الرز المغسول اوريدي بيبقى لازم تغسليه، يبقى انت تغسليه كويس، مش هننقعه ولا حاجه، مش عايزين ننقعه، عايزين بس نغسله كويس. ولازم ينشف، تحطيه بقى كده في مصفه ظريفه، كل شويه تقلبي المصفه بحيث ان هو ينشف، او لو عايزه اسرع بقى تفرديه على فوطه مطبخ ولا حاجه. عايزين الرز ينشف علشان تعرفي تطحنيه ويتحول معاكي لبودره، تمام؟ او في اختراع تاني خالص ظريف، في دقيق رز، يعني في دقيق رز بيتباع في السوبر ماركت، هيبقى هي يعني كل ده هينفع. المهم ان احنا عايزينه مطحون علشان احنا هنعمل كفته الرز في البيت، هتعمليها في الكبه عندك في البيت، مش هتوديها للجزار بقى ايه يفرم لك الحاجات كلها مع بعض. فالافضل ان انت تكوني عاملاه بودره خالص، تمام؟ قلنا الكيلو هنحتاج عليه تقريبا كوبايتين، ممكن توصل لكوبايتين ونص حسب اما هنعمل، وهقول لك هيبقى شكلها عامل ازاي. مش عايزينها تبقى بتلزق، عايزينها تبقى ماسكه نفسها عشان ما تفكش او تشقق وانت بتحمريها، تمام؟ ايه بقى بقيه المقادير؟ معايا نص ربطه او نص حزمه من البقدونس ونص حزمه من الكزبره، تمام؟ مغسولين كده وحلوين ومتقطعين. بقدونس وكزبره. معايا بقى معلقه حلوه كده كبيره ممسوحه، كمون، كزبره ناشفه، 7 بهارات، ملح وفلفل طبعا، وهحتاج كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم. ايه لازمتها في الكفته؟ هتخليها هشه. احنا لما بنعمل الكفته بتاعه الحاسن، عملتها معاكم قبل كده اكتر من مره في البرنامج، عملتها مره مش فاكره يعني، حطينا فيها البيكنج صودا، بتخلي الكفته كده طريه مش ناشفه ومكتومه، لا. فمهمة جدا ان انت تحطي لها بيكنج صودا، هتفرق جدا في نعومتها وتبقى كده ايه مفرغة من جوه، لذيذة، تمام؟ مش مكتومة كده. انا قلت ملح وفلفل صح؟ هنحط كمان رشة خفيفة من جوزة الطيب ومعلقة صغيرة من الحبهان البودرة عشان اللحمة يعني. وكمان هحتاج بصلاية متوسطة، ومعايا كمان تقريبا 6 فصوص من الثوم، اوكي؟ كل الكلام ده هنضربه مع بعض عشان نعمل الكفتة، اوكي؟ ومعايا بقى الدمعة أو الصلصة اللي أنا هحط فيها الكفتة. معايا طبعا أسهل حاجة وأسرع حاجة في الحر دوت ولذيذة فعلا وفريش، صوص طماطم بيتي هاينز، هنستخدم تقريبا 2 أو 3 كوبايات حسب بقى ما أنت ما بتعملي كمية الكفتة اللي عندك. وهنعمل لها هنحتاج لها تقريبا برضو 2 فص من الثوم، هنعملها بالثوم وصوص الطماطم بس، مش هنحط بصل.
توم وصوص الطماطم وملح وفلفل، وتحطي الكفته في الصوص بقى وحاجه خطيره. لو عايزه تضيفي لها طبعا بطاطس مكعبات تقدري تعملي الحكايه دي، مفيش مشكله. يلا نخش بقى ايه على الموضوع على طول. انا هجيب الكبه، تعالي يا كبه. الكبه دي دلوقتي خلاص بقت ظريفه وبتسهل علينا كل حاجه، بدل ما نروح للجزار ولا اي حاجه خالص. هو بس اهم حاجه انا مش عايزه احط بقى اللحمه الاول عشان ايه ما ترخمش عليا. تعالوا ما نحط الحاجات اللي هي الخضره والبصل، نخليهم هما في الاول عشان ما نتقلش بس على المطحه على الكبه. حط بقى كل التوابل، قلنا كزبره وكمون وسبع بهارات وحبهان، تمام. وهنحط الثوم كده اهو، يا الله يا ثوم. معانا البصل، اوكي. عايزه احط بقى ملح وفلفل، ادي الملح، ملح كمان، فلفل. عايزه اضرب دول كده مع بعض، وبعدين هنحط اللحمه والبيكنج صودا، تمام، ودقيق الرز. نضرب بس دول الاول كده قبل ما نضيف الباقي. بس كده نبتدي بقى نحط لها اللحمه كده، نوزعي كده اللحمه على الكبه كده اهو. اصلا الخضره لما اتضربت مع البصل والتوابل ريحتها جميله جدا كده كده اهو. من احلى الحاجات كفته الرز دي. وايه طبعا المعلقه الصغيره من البيكنج صودا، ارجوكم ما تنسوهاش، هتفرق جدا. تعملي بقى يعني كفته خطيره كده، ونضرب بقى كل الكلام ده في بعضه، وبعدين هضيف دقيق الرز. هنزل الخضره اللي على الاطراف دي كلها كده. خلي بالكوا طبعا اللحمه الجملي بيبقى لونها غامق شويه، فايه يعني ده لونها يعني. هنحط بقى دقيق الرز كوبايتين، وبعد ما احط الكوبايتين هشوف هل هحتاج احط نص كمان ولا لا. هنجرب كده ونشوف. بسم الله. لسه عايزه تتضرب شويه، نفضل نضرب فيها كده شويه عشان كل المكونات تختلط ببعض اكتر. على ما يبدو ان الكميه احنا ممكن نعمل حاجه تانيه، نشيل شوية من الكمية كده، نعمل شوية فراغ في الكبة عشان تعرف ايه تضرب كويس. نضربهم على مرتين مش
عشان بس الكبة تبقى فاضية شوية تاخد مساحة كده. هايله، هي مش محتاجه خالص تاني دقيق رز ولا اي حاجه، محتاجه بس تتضرب كويس. خلاص بصوا بقى، لما هاجي امسكها مش هلاقيها ابدا ابدا بتلزق ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني هي لو بتلزق في ايدك ده كده هيدي للكفته فرصه انها تشقق منك وانت بتحمريها، فخلي بالك من الحكايه دي. لازم تكوني حاطه كميه الدقيق الرز او الرز المطحون تخليها كده ماسكه نفسها، واحنا حاطين بيكنج صودا فهتخليها بقى ايه، هشه جدا ورهيبه. صبعيها بقى زي ما انت عايزه كده. انا عايزه اجيب بس طبق جنبي. هنا كده اهو، عمليها كده رفيعه وجميله كده اهو زي ما انتم شايفين. نعمل كام واحده كده ونحمرهم في الزيت بس كده. طبعا كلنا بنحبها اصلا ايه وهي متحمره اكتر ما بنحبها وهي في الدمعه يعني، بس هي في الاخر والله في الحالتين خطيره خطيره. انت بقى حمريها وسيبيها تهدى وشريها ايه في الفريزر، تنفع وقت الزنقه وبمكونات بسيطه جدا وريحتها يا جماعه تحفه. وبدل ما تروحي للجزار يعملها لك اعمليها في البيت، اكيد في البيت طبعا بتبقى انضف يعني، علشان ايه نبقى عارفين احنا برضو فارمينها ازاي، يعني عاملين الحكايه كلها ازاي. بس كده اهو نعمل واحدة كمان وبعدين نبتدي بقى ايه نحمرهم عشان الوقت اهو. هتلاقوا بقى اللحمة الجملي دي كده ليها عرق، عشان لحمة يعني قوية تخلي كفتة الرز ايه تحفة كده اهو. عايزة ايه خليها كده ايه طويلة سنة ورفة نوعة، خلي بالك طبعا انها هتكش شويه، تعمليها كده ايه تملى العين حلوه كده. احنا ممكن بقى نقفل ده وننزل ايه الكبه ونبتدي نحمر عشان اوريكم شكلهم. تمام، ايه بقى الاخبار يا زيت؟ كده اهو تمام. تعالوا كده بقى نجرب ايه الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحمرهم في الزيت على طول. ده ايه كام واحدة كده انا عاملاهم من قبل ما نطلع معاكم في البرنامج علشان نحمر كمية كبيرة كده حلوة اهو. تفضلي واقفة كده قدامها تلون وتاخد لون ظريف وتشيليها على طول. انت بقى بتحبي تعمليها تخينة مثلا براحتك، بس طبعا وهي رفنوعة وطويلة كده بتبقى ألذ بكتير، وبرده حسب ذوقك. عقبال بقى ما تاخد لون كده وتتحمر، تعالوا نعمل بقى ايه الصوص اللي احنا هنحط فيه الكفتة. صوص يعني سهل جدا ما فيهوش اي حاجة، كام فص توم هيتشوحوا بعدين نحط عليهم على طول صوص طماطم بيتي هاينز. مش هتاخد هوا فيش، يعني انت لو محضره الكفته دي ومحمراها وكله تمام وفكرتي خلاص بقى هنتغدى النهارده كفته رز، يا خبر الوصفه مش تاخد منك ها ثواني وهتبقي خلصتي الغدا، وهو ده المطلوب. انا حطيت شويه زيت في الحله، عايزه بقى انزل الثوم كده اهو. يا نهار ابيض، يا خبر ابيض، انا هحضر نفسي بصوص الطماطم عشان اول ما اشم ريحه الثوم كده احط على طول صوص الطماطم ده. يعني هي الحله كان فيها ميه ولا ايه؟
يا خبر، انتوا عاملين فيا كمين؟ طب ما حدش هياكل من كبتة الرز دي النهارده. صوص طماطم بيتي هايند هوا على طول هيخلص لنا الحكايه. اول ما شميت ريحه الثوم مش هستنى، هحط على طول صوص الطماطم. بس كده اهو، طبعا ملح وفلفل، ملح فلفل اسود وبس كده. تغلي بس غلوتين وتبقى جاهزه للكفته. اغطيها نشوف اخبار الكفته ايه. اهو ايه ريحتها يا جماعه، حلوه حلاوه يعني فظيعه. بصوا خدتوا بالكم انها بتكش شويه ازاي؟ بصوا فايه يعني، انت اصلا هتعمليها هتلاقيها كشت شويه، فايه بكبريها شويه على قد ما تقدري. بصوا احنا عندنا دلوقتي فاصل ولا ايه؟ قدامنا قد ايه على الفاصل يعني؟ طيب خلاص نطلع فاصل مفيش مشكله، اكون بس حمرت الكفته خدت لون ظريف علشان نحطها في الصوص الطماطم الظريف اللي احنا عملناه برضو، ونقدمها بقى ونكمل بقيه الحاجات. سوف اعود، خليكم معانا. انا جيت خلاص كفتة كده اتحمرت وخدت لون ظريف جدا، نشيلها بقى على طول من الزيت كده اهو. ريحتها يا جماعه تحفه فظيعه. بس كده ريحتها يعني خطيره جدا. نشيل بقى الزيت ده كده ورا، او اشيله فين؟ ممكن هنا كده على جنب. وهنا الطماطم خلاص اهو. بصوا بقى ريحتها وشكلها فظيعه، بس زي ما اتفقنا انها هتلاقوها كشت شويه. بصوا حجمها كش ازاي، فخلي بالك كل ما تعمل يعني بحبحي ايدك شويه. معايا هنا برضو كام واحده اوريدي معمولين علشان نحطهم على طول في الصوص، بس انا عايزه اوطي بقى لان هو كده غلي وبقى تمام التمام اهو. لو لقيتيه تقيل معاكي عايزه تحطي على الصوص شويه ميه، حطي ميه. هنقوم بقى جايبين بقى الكفته الظريفه ونقوم ايه حاطينها كده عشان ايه تاخد لها كده غلوه مع صوص الطماطم كده اهو. يا عيني يا عيني خطيرة، والريحة ملهاش حل. بص صوص الطماطم لونه يجنن كده اهو. لا انا حطيت كل الكفتة في الصوص عشان ما حدش ياكلها حاف، انا شريرة. انا حطيتها كلها هي كده خلاص. انا هسيبها بس كده تاخد غلوه ولا غلوتين بالكتير ويبقى كله تمام، ونغرفها على طول وبالهنا والشفا. عايزين نعمل الوصفه الثانيه، اقول لكم بقى ايه الوصفه الثانيه اللي هي مخبوزات الهوت دوج. هقول لكم على المقادير ويلا نعملها على طول. بصوا هنعمل عجينة لطيفة جدا وسريعة وهتخمر هوا عشان احنا في الحر، مش تاخد منك اي وقت وهتبقى لذيذة جدا. معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات اللي هو بيبقى قوي عشان ينفع ايه نعمل بيه اي مخبوز كده ويبقى حلو. معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، 3 معالق كبار من الزيت،
زيت زيتون او زيت عادي براحتك خالص، ميه دافيه طبعا للعجن، معايا كمان هوت دوج، ومعايا سمسم، زبده سايحه كده وبس خلاص. بسيطه جدا. هنجيب بوله علشان نعجن العجينه، الدقيق وطبعا عليه رشه ملح اهو، ونضيع الملح في الدقيق. هنحط الخميره وهحط السكر اهو، وعايزه بقى اجيب زيت، اي زيت بقى عندك عايزه تحطيه حطيه كده اهو، وعايزه ميه دافيه للعجن اهو، هنا ميه دافيه وظريفه، خد منها كده شويه وايه ونعجن كده اهو، ميه دافيه طبعا عشان احنا حاطين فيها خميره، فعايزين ايه العجينه تخمر بس تتلم معاكي على طول وتتعجن هوا ومش هتاخد اي وقت. شويه ميه صغيرين كمان وخلاص. ايه هتتلم معاكي وهايله، هتعجنيها كده ايه 3 4 دقايق علشان تبقى طريه خالص، وتغطيها وتسيبيها على جنب تتخمر شويه، هي تضاعف حجمها بقى وشكلها يبقى باين جدا انها شكلها مختلف، بقى لظت كده وايه شكلها حلو كده اهو، بس كده تمام. معايا طبعا انا عجينه اوريدي متظبطه ومرتاحه، هرجع لها بقى ورق. تعالي يا عجينه، ونطلع بقى ايه عده المخبوزات كده اهو. اين الدقيق؟ اهو كده رش الدقيق، وايه وهاخد من العجينه. بصي بقى العجينه لما بترتاح بتبقى يا خبر يا خبر على جمالها، بصوا، وعشان فيها خميره ايه الجمال ده، فظيعه. انا بحب العجين جدا مش متخيلين. هناخد كده مثلا كوره وكمان كوره، هقول لكم الفكره يعني عايزه ايه، خليها كده شويه طويله اهو، ونفردها كده نفردها تبقى بطول الهوت دوج الكبيره الطويله كده من غير ما نقطعها كده اهو. ادي اول واحده احطها هنا كده على جنب، واخد الكوره الثانيه نفس الحكايه، هشدها كده يعني عشان مش عايزاها مدوره، عايزاها تبقى يعني طويله كده. سوري يا سمسم، معلش سمسم خد مني بوكس. ونفرد العجينه كده اهو، بس كده تمام. هتفرديهم كده كلهم بالشكل ده، يبقى شكلهم طويل بيضاوي كده. نعمل ايه بقى في الهوت دوج؟ انا هرجع العجينه دي كده لورا، اكيد هحتاجها في وصفات اخرى كده اهو. واقول لكم بقى، بصوا انا عندي فين اهم، هطلع بس كده منهم الاسياخ بتاعه الشيش طاووق، هطلع كده 2 من الاسياخ الطويله، هقول لكم دلوقتي هستخدمهم في ايه. كده هاجي هنا كده على القرمه واحطهم كده جنب بعض، وعايزه اجيب سكينه اهي السكينه، والهوت دوجايه الحلوه الظريفه اهو،
الكاميرا معايا بقى صح. انا حطيت الاثنين الاسياخ بتاعه الشيش طاووق، واحط هنا جنبهم على طول الهوت دوج بالشكل ده. ليه؟ لان انا عايزه بالسكينه هفضل اقطع شرايح صغيره صغيره، فالسكينه هتخبط في الخشب فمش هتقطع لي الهوت دوج لغايه الاخر، لا انا عايزه بس اعمل منظر من فوق. فانا همسك كده كده وهلاقي السكينه خبطت، بصوا خبطت في الاسياخ الخشب دي، فما قطعتليش الهوت دوج كله لغايه الاخر، بس عملت لي منظر حلو كده شرايح من على الوش. فاهمين قصدي صح؟ كده اهو تمام. كل بقى ما تبقى رفنوعه كده وحلوه تبقى لطيفه قوي كده اهو بنفس طولها كده. مخبوزات ظريفه جدا وشكلها حلو. حتى يعني بالمناسبه بما اننا يعني داخلين بقى ايه خلاص او اوريدي دخلنا بالفعل يعني الماتشات بقى، والناس كلها متابعه الماتشات. بالمناسبه انا محضره لكم حلقات بقى ايه للنقنقه بقى عشان نتفرج على الماتش وايه ونتخن. انا عامل وصفات ظريفه جدا علشان واحنا بنشجع كده ايه ننقنق والله، وان شاء الله كلها تبقى هيلثي يعني تبقى صحيه. صح انا اكلاتي كلها صحيه والله انتوا ظالميني. علشان ننقنق كده بمزاج وكمان نعمل حاجات الولاد ينقنقوا فيها وما يزعجوناش واحنا بنتفرج على الماتشات ونتابع كده واحنا رايقين ومنسجمين. فانتي اصلا ممكن تعملي المخبوزات الهوت دوج دي وانتوا بتتفرجوا على الماتش، وعندك بقى مثلا ايه اصحابك بقى جيرانك جوزك عمل لك مفاجاه ظريفه وجاب لك اصحابه كلهم، فتعملي ايه بقى؟ تخشي تعملي لهم هوت دوج. فيعني اوقات الازواج كده بيحبوا يعني ايه يعملوا معانا لقطات ظريفه جدا وكلنا بننبسط بيها الحمد لله. خدتوا بالكم الهوت دوج عمل شكل من فوق بس ما تقطعش لغايه الاخر. بصوا خطير اهو، انا لفيتها اهو عشان يبان شكلها انها خدنا شكل من غير ما تتقطع كلها. هقوم حطها على العجينه بصوا بهذا الشكل الظريف، نجيبها كده هنا بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، وانا بس ايه اي كده عجينه زياده على الاطراف عايزه كده ايه اشيلها كده اهو، والتانيه دي برضو نفس الحكايه. انا اوريدي محضره واحده متقطعه عشان بس ايه الساده المشاهدين ما يناموش مني، فانا قلت اقطع واحده. بصوا اهو كده اهو، بلف بقى اضم ده بالشكل ده كده وادوس عليه كده لتحت. دي بقى بعد ما بتستوي بتبقى بقى ظريفه جدا، وهي اصلا اي بني ادم اخره هياخد له واحده مع تغميسه بقى ظريفه من السلطه مثلا الزبادي بقى عشان الجو حر، او حتى صوص الرانش انا عملته معاكم قبل كده وهعمله الفتره اللي جايه ان شاء الله. هعمل لكم شويه صوصات بارده كده وكلها حاجات فيها بقى زبادي يعني حاجات منعشه نغمس بيها اي حاجه موجوده في البيت حتى لو عيش ناشف عشان برضو التسالي وتبقى ايه هيلسي. هحاول ابقى هيلسي. هحاول اهو كده اهو. بصوا يا جماعه ده بيبقى شكلها. عايزه بقى اجيب صينيه فرن وليكن هيديه الصينيه بقى مثلا، لا هتطلع قصيره دي، لقيت واحده كبيره. الحمد لله الحمد لله اهو. هقوم واخده المخبوزات دي كده وحطاهم وتدهنيها بقى شويه زبده، الزبده في المايكرويف حطيتها تسيح. ايوه اهي، ممكن زيت بقى على فكره مش لازم زبده. وممكن حاجه كمان بقى اقول لكم بقى، ممكن زيت زيتون عليه فصين ثوم مفرومين وبقدونس وتدهني بيه المخبوزات دي، فاهمه قصدي؟ هيبقى برده رهيب، هيبقى حلو جدا.
انا هنا هكتفي ان انا هدهنه شويه زبده، وممكن كمان ارش عليه شويه سمسم بس كده اهو، كمان ممكن رشه كده على الهوت دوج كمان. ايوه يا ياسمين بتقولي لي ايه، ما سمعتكيش كده اهو. ايوه صح يا ياسمين، ممكن ندهنها صفار بيض. صح، يعني لو عايزه تدهنيها برضو صفار بيض مفيش مشكله. ندهن برضو كده ايه الهوت دوج شويه كده عشان يلمع، وكمان لما يدخل بقى الفرن، الفرن هيفتح كل الحاجات اللي احنا عملناها بالسكينه دي، فهيدي منظر حلو جدا. وبس خلاص، هي دي كده المخبوزات اللطيفه اهو. بصوا حلوه جدا جدا، هدخلها الفرن بقى تاخد لون حلو وظريف، وانا محضره كميه حلوه جدا هقدمها معاكم. عندنا بقى فاصل. طيب حاضر، خلاص عندنا فاصل، حاضر هنطلع فاصل بسرعه جدا ونرجع عشان نعمل بقى ايه سلطه الفواكه بالزبادي، لذيذه جدا. بصوا يعني خطيره، سوف اعود خليكم معانا. انا جيت وكفتة الرز بقى الظريفة ريحتها تجنن وشكلها فظيع. بصوا معايا عاملة ازاي، الله الله، لذيذة لذيذة وريحتها تجنن، وسهلة جدا جدا، اتعملت هوا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. عايزين نغرفها برضو، بس تعالوا ايه، تعالوا نغرفها وبعدين نعمل بقى ايه سلطة الفواكه بالزبادي. ممكن نحطها هنا كده، تعالي يا حلوة يا لذيذة، يا سلام على جمالك وحلاوتك. بصوا ما خدتش اي وقت مننا خالص. كده اهو نملى طبق كده محترم خطير كده اهو. طبعا تقدري تحط لها بطاطس، مكعبات بطاطس هتتحط في المرحله اللي انت منزله فيها الكفته عادي جدا، يعني فاهمه قصدي، وتقطعيها صغير عشان تستوي على طول. هي هتاخد لها بصوا يعني ايه مع تسبيكة الطماطم والكلام ده كله ممكن في حدود نص ساعة، فهتكون البطاطس استوت، فاهمين قصدي؟ انا بقى بصراحة بحبها من غير بطاطس. ممكن بقى ايه نرش عليها رشة بقدونس حاجة خفيفة خالص عشان بس يبقى شكلها حلو كده اهو. بس احطها بقى هناك تبقى جاهزة. والمخبوزات بتوع الهوت دوج طبعا انا عاملة منهم شوية غير الاتنين اللي موجودين في الفرن اللي انا عملتهم معاكم. بصوا شكلها حلو ازاي وظريفة جدا، وزي ما قلت لكم تنفع نقنقة يعني، وتغمسيها باي حاجه اي صوص هتبقى تحفه. يلا بقى ايه اقول لكم على مقادير سلطه الفواكه بالزبادي. بصوا يا شباب معايا فواكه مشكله، كميه من الفواكه المتشكله براحتك بقى، تفاح، برقوق، يعني موز، عندنا هنا كمان كيوي، طبعا تفاح الوان بقى الاصفر والاخضر والاحمر، في عنب، اي تشكيله فواكه عندك عرفتي تلميهم يعني تمام جدا، وتقطعيهم مكعبات صغيره. تمام، معايا كوبايه زبادي كبيره، يعني لو هنقول الصغيره اللي احنا بنتعشى بيها دي هنحتاج منها اتنين، لكن بيبقى فيه الاكبر منها على طول اسمها كوبايه زبادي كبيره. تمام، دي هي اللي احنا
عايزينها عشان تكفي معانا وتبقى كده ايه الصوص بتاعها كتير وحلو. معايا كوبايه من كريمه الخفق للحلويات، ودي بتتباع في اي سوبر ماركت، كريمه سايله مكتوب عليها للخفق خفق الحلويات، بتبقى 200 مللي شبه كده ايه ازازه العصير اللي الولاد بيشربوها يعني، تبقى كرتون كده، حلوه جدا وهتعمل طعم بقى فظيع. معايا كمان معلقه صغيره من الفانيليا، معايا معلقتين كبار من العسل الابيض، وممكن تزودي عسل اكتر من كده زي ما انت عايزه يعني، وكمان معايا معلقتين كبار من الشوفان، هيدخلوا بقى مع الكلام ده كله هيعملوا طعم ظريف جدا. ممكن تستبدليه بكورن فليكس كمان لو عندك، بس ما تحطيش كتير. معايا كمان صوص فراوله مثلا او صوص شوكولاته، يعني اي صوص عندك هينفع برضو معاهم عشان نحطه هيبقى خطير. ما عايزه بس كده ايه اشيل البقدونس من على القرمه عشان عايزين نقطع الموز، وايه واقول لكم انا هعمل ايه. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه مهنجه دلوقتي خالص بسبب ريحه كفته الرز، يعني جعانه جدا. بصوا انا الاول هطلع بوله ومعايا المضرب الكهربائي اهو. اول حاجه هنزل بالكريمه الخفق للحلويات علشان اضربها، بس عايزه اجيب السباتولا الحلوه دي كده اهو، كريمه الخفق، واضربها اول حاجه. كريمة الخفق قبل ما تضربيها خليها تبقى ساقعه عشان تفرق معاكي جدا في انها تنجح يعني، واحنا عايزين نديها كام ضربه لغايه ما احس شويه انها تقلت، وبعد كده اقوم حاطه لها الزبادي ومكمله ضربه. فانا قلت اقول لكم بس يعني عشان وانا بعمل تبقوا عارفين انا بعمل ايه. الزبادي وهجيب الفانيليا واكمل ضرب. هحط العسل الابيض واكمل ضرب برضو كده مرتين ولا حاجه، ولو عايزه تدوقيها عشان تتاكدي ان كميه العسل مناسبه اوكي، عايزه تحطي طبعا سكر بدل العسل اوكي برضو مفيش مشكله، بس طبعا العسل صحي اكتر فايدته احسن بقى باننا يعني بناكل بقى فاكهه وبتاع، فانا اعتمد على السكر اللي في الفاكهه مع ايه معلقتين كبار من العسل هيكون افضل. بس كده اشيل اشيائي دي وافضي مكان هنا اهو، وايه اقول لكم بقى استنوا عايزه انضف بس المكان هنا علشان اللحويس دي
بس كده. انا معايا موز برضو، عايزه ايه نقطعه، نقطعه بقى مكعبات مثلا كده ولا حاجه. ده موزه يعني ايه يا موزه، ميزة بيكي اهي خلاص اتقشرت على طول. ممكن ايه نعملها كده عشان برضو تسهل علينا وتتقطع مكعبات بسرعة. مكعبات من الموز. هنعمل ايه بقى؟ معايا كاسات مثلا او ممكن اطباق ظريفه زي ما انت عايزه، انا ممكن استخدم دول كده. اتنين واتنين، تمام. اول حاجه اين الملعقه؟ تعالي هاخد مثلا الكاس الظريف ده، معايا صوص فراوله مثلا او ممكن طبعا صوص شوكولاته. هحط ايه صوص الفراوله كده، خدتوا بالكم عمل شكل كده ايه في الكاس اهو ظريف. اوكي هعمله لكم تاني، حاضر. ومعايا الكريم شانتيه والزبادي، هحطه هو الاول هنا كده. تمام، ابتدي بقى احط الفاكهه، شويه موز مثلا، خوخ مثلا، خلوه كده يغطس في الزبادي. تفاح، تفاح تاني احمر، كيوي مثلا، معايا عنب كم واحده كده من العنب، معايا ايه كمان تاني كده القليل من التفاح والخوخ، البرقوق قصدي، ظريف. ونحط له برضو تاني معلقة من صوص الزبادي كده. عايزه تحطي ايس كريم كمان ممكن، شويه شوفان كده. ولو عندك بقى ايه الكريز برضو الظريف ده كده، ودي مثلا اول كاس خلاص معانا. تمام، تعالوا نعمل اللي بعده، نعمل واحد كمان اوريكم صوص الفراوله. همشيه كده ايه على منظر الكاس. كده اهو. وهكذا هكذا. حطي بقى ايه، حط انا ممكن احط العنب الاول مثلا. حط تفاح اخضر. حط موز. كده ونحط البرقوق. كده اهو، حط كيوي. هنا ده خوخ ولا ده تفاح برضو؟ لا ده تفاح وعنب كمان. كده اهو منعشة بقى وساقعة وظريفة. والزبادي مع الكريم شانتيه والعسل والفانيليا يعملوا بقى طعم حلو قوي قوي قوي. اهو شوفان كريز. تمام يا شباب، تعالوا نعمل دول بالشوكولاته، احنا كده وقتنا خلاص. طب انا هعمل اخر كاس بس بالشوكولاته كده اهو.
عشان بس برضو ايه، الشوكولاتة حرام يعني، شوكولاتة حلوة، بحب الشوكولاتة اكتر من صوص الفراولة. عشان انا اللي هاكل ده كده. ممكن تحطوا الشوفان على فكرة كمان ما بين طبقات الفاكهة، مش لازم على الوش بس، يعني تقدروا برضو تعملوا اللي انتوا عاوزينه. يا سلام بقى لو في مثلا يستفندي كده الصغنون ده، بيبقى جميل قوي. خلاص لقد اوشكت على الانتهاء. اوبس، يا تفاحية راح تجري مني فين اهو. ممكن كمان ما تعمليهمش في كاسات كده، تعمليهم في طبق واحد كبير قوي، وكل حد عايز ياكل بالمعلقه كده، او يحطه في طبق صغير الكميه اللي هو عايزها بمعلقه كده ولا حاجه، هتبقى برضو ظريفه. كده اهو، كده اهو، خلاص وخلصنا. عملنا ايه بقى احنا النهارده؟ ايوه عشان الوقت خلاص، بس انا عايزه اجيب البتاعه دي وانا بشرح علشان بعيد عليا. عملنا كفته الرز باللحمه الجملي، تحفه وسهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، هتعجبكم قوي، بسيطه، عملناها مع بعض خطيره. والوصفه الثانيه عملنا مع بعض مخبوزات الهوت دوج، برضو حلوه جدا ولذيذه وما خدتش اي وقت، هتعجبكم جدا. واخر حاجه عملناها مع بعض سلطه الفواكه الظريفه اللي بالزبادي، حلوه قوي دي، هنزل لها بقى هنا كده، منعشه كده ولذيذه، اي فاكهه عندك حطيها معاها هتعمل قلق. تيجي نحط ده قدام احسن، ايه رايكم؟ عشان بس ايه كده اهو، وخلاص. ويا رب الوصفات تكون عجبتكم، واتفرجوا عليا بكره ان شاء الله، واستنوني كل يوم الساعه 2. باي باي.